جايينهم للسمارة احنا والإخوان رؤساء الجماعات والمنتخبين والشباب والشابات والمنتخبات ديال حزب استقلال. الفتح اليوم مقر المفتشية ديال الحزب هنا اللي سميناها مفتشة المرحوم سيد العالم، وندشنوا ملي فرع ديال سويليكي ولدمو سعيدي مولاي سويليكي اللي كاملين تعرفوه للسمارة الله يرحمه، اللي كان رئيس مجلس اقليمي هنا، وسيد العالم اللي كان رئيس بلدية السمارة الله يرحمه، كاين نائب برلماني ديالهم اللي وقادي يسموا ولاد الله على الفروع كلهم يسموا عليها الشخصيات اللي كامله مسميه. والقاسم راه مسمي على فرع جديرية ياك الحقوني. نعم سيدي. القاسم بوطاها مسمي عليه فرع. مسمي عليه فرع. فرع جديرية. فرع اللي فيه جديرية الجماعة، خصك تعلق البلاكة. اش منك كذا تعلق البلاكة ديال طه ديال 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 القاسم بالقاسم الله يرحمه في الفرع. جينا اليوم ودشنا الحمد لله المقر ديال المفتشيه ديال حزب استقلال، ومعلقه البلاكه هذيك كبيره وشارع زين ومفتشيه كبيره ومشرفه للجميع، والخدمات اللي فيها مازلنا نكملوها وكنديروا فيها الانخراط ديال المواطنين. هذا هو السبب علاش جينا اليوم. وفي نفس ملي النهار نفتحوا الدوره ديال المجلس الاقليمي ديال السمارة، الدوره الموسعه اللي تبقى مفتوحة، هي موسعة كاملين الناس باش يستفادوا. وهذا نهار اليوم نهار جمعة نهار فضيل، وبقينا الحزب باش يخدم في مدينة السمارة ويكون واضح جميع الناس مع الشباب والشابات، ويكونوا ملي عارفين عنا. احنا ما يمكننا نفتحوا مقر ديال الحزب ونبداو نكذبوا على اهلنا اللي احنا منهم وهما منا، من عزة اي حزب يسوى مهما كان نوعه. راه ما غادي نكذبوا عليكم في اي حاجه اللي تشوفوها علينا، عنا اللي نقدوا نكذبوا عليكم فيها. اضعفكم احنا اولادكم واولاد منطقتنا نكذبوا عليها ما يمكن. راه اللي يكون اولاد الله المعقول واللي هو فيه مصلحه العامه ننصحوا عليه ونتناصحوا عليه كاملين. وراه ما كاين شي حد ما يقلط، ولكن يتراجع عن قلطه، وهذا هي الدنيا، ومسامح كريم دائما المسامح كريم. وبقيتكم عفاكم تنخرطوا في حزب استقلال، الشباب والنساء والرجال كلكم، ولكن الشباب كنعولوا عليه، والنساء ينخرطوا في حزب استقلال بكثره يجوا. وراه حزب استقلال عنده بايقه من المدارس داخل الحزب، داخل الحزب اللي تكون فيهم الحزب تكوين عالي جدا. راه احمد عارفها والحقوني عارفها المتبعين، هما متبعين التنظيمات، وحتى مولاي ابراهيم راه حتى هو متبع التنظيمات وعارف شنو هو الحزب وعارف ادوار الحزب كلها. لهذا بقيناكم باش الحزب تعطوه قوه في المنطقه اللي تعطوه قوه ويبقى هو القوه، غير الصدق اللي نوصي فيه هو الصدق مع الناس اللي نوصي فيه راسي وانتوما، وكون احنا كنا كحزب الصدق مع الناس، كلمة كاين شيء فيه كذوب ولا فيه قش ولا فيه خديعة ولا فيه كذا، ونعملوا ليد في ليد، نعملوا مجموعة وقراراتنا كلها نتخذوها إلى رادها الله مجموعين، والمفتش إلى رادها الله اللي نعينوه انتوما اللي تختاروه لي وأنا نعينه، تختاروا المفتش شكون هو اللي يعود المفتش هنا في المدينة إلى رد الله توافقوا عليه. والله مفتشة راه تقعد امرأة شكون قال لا لا سمحوا لي النساء على نقول لا المفتش مفتش لا راه تقعد امرأة مفتشة طبعا باش نقدروا نشهدوا مستقبلا مدرسة تنموي مصغر في السمارة كيف عملية اليوم. طبعا كل شيء قد يصح، تعرفوا دابا الى كردنا خبر الانتخاب لين قال عنا جينا بحمله سابق وقت وسابق، وانتم تتكلموا يا قير ملي احنا في مقر حزبنا نقدروا نقولوا اللي بغينا. احنا مقر الحزب ما لنا مجتمعين دايرين اجتماع في دار ولا في الزنقه، نتكلموا احنا في مقر الحزب نقولوا اللي بغينا، ما عندنا مشكله في الانتخاب في كل شيء. طبعا الى رد الله الا يعطونا الثقه المواطنين ويكونوا هانيين،
ويحاسبونا، ولكن ما أعطاونا الثقة وعطاونا الأغلبية، ورا الأغلبية سهلة. منين يعطونا الأغلبية؟ أي لا لا الله نعدلو. أنا كنت نقولها في حملتي في العيون راعي أحمد، نقول لهم إلا أعطيتونا الأغلبية رانا مشينا نحاسبونا، وإلا ما أعطيتوها لنا إحنا كاع منسحبين. ما كان علاش؟ طبعاً نتعب روسنا وما الناس كامل، وراه ذا هو اللي يعدلوا السكان المنتخب ما يخاصم عليه ولا يبتط. يبتط لا إلى ما يبتط بالمعقول. الصوت في العالم بيسري ما نعطيك صوت، هذا هو بطه يفهم راسه يا غير ملي. ما يمكن شي حل يدير برنامج ولا يطبخه، منتخب يدير برنامج ولا يطبخه، وراه ما يمكن. والخدمة هنا اليوم الخدمة هي وسط المدينة، راه لا في العيون ولا في كل شيء، راه الخدمة الجماعات راه ما فيهم خدمة ذكية كبيرة بيناتي، لا في العيون نقول لكم في الصحراء كاملة، ولكن الخدمة هي في المدن. إلى رادها الله السمارة كحزب ندوروا إلى رادها الله نديروا نموذج تنموي كبير في السمارة إلى رادها الله، ونديروا في الحملة ديالنا وتسمعوا وتحاسبونا بمن تعطونا القلبية إن شاء الله. إلى رادها الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.